صباح الورد وصباح الهنا وصباح الخير يا اللي معانا. النهارده هكون مع حضراتكم لوحدي لان كريم بس عنده ظروف، ان شاء الله يكون معانا من بكره. خليني على كل حال ابدا مع حضراتكم بالتنويه عن الفقرات زي ما احنا متعودين. هتكون معانا فقره اولى الاستاذه امينه فخري وهي بطله العالم يعني السابقه في الخماسي الحديث، وفقره ثانيه مع الاستاذ عبد القادر سعيد الناقد الرياضي. طيب ملفات كتيره جدا معانا النهارده واخبار كتيره، وطبعا هنتكلم في القادم للنادي الاهلي، لكن قبل ما نتكلم في القادم خلينا نفرح شويه، خلينا نتكلم في الحاضر شويه. عايزين نقول الحمد لله عن الفوز العظيم امبارح للنادي الاهلي على سيراميكا كليوباترا بهدف طبعا نظيف، وبكده نقدر نقول ان احنا رفعنا رصيدنا ل 62 نقطه في صداره طبعا ترتيب الدوري الممتاز. طيب الحمد لله هنقولها تاني، لان الاهلي يعني لم تتلقى شباكه اي هدف للمباراه العشرة على التوالي في جميع البطولات، واعتقد ده انجاز كبير جدا. الاهلي فاز زي ما حضراتكم شفتوا على سيراميكا وبيقترب ان شاء الله من لقب الدوري. طيب ناس قالت لك المباراه ما كانتش حلوه، ناس قالت لك كان فوز لكن لم يكن هناك اداء. على كل حال الفريق خلينا نقول حقق المطلوب، هو الثلاث نقاط مع رفع طبعا الروح المعنويه. انت رايح بعد كده وهتواجه الوداد في نهائي طبعا افريقيا، فانت لازم تكون رايح معنوياتك مرتفعه. الفوز اللي حصل ده اعتقد كان فوز محترم جدا وكان فوز لابد منه. احنا ما عندناش اي فكره هنا رفاهيه خساره اي نقاط، ففكره ان انا بفوز في اخر مباراه ليا محليا في الدوري بعد كده بنتقل لافريقيا وانا روحي المعنويه مرتفعه وان كان الاداء ليس الافضل، انا شايفه برضو ان ده اعتقد انجاز كبير جدا وانجاز يعني نبقى سعداء بيه. اولا كمان خليني اتكلم في بعض التفاصيل. انا شفت امبارح حسين الشحات يعني بيأدي بصراحه بشكل اكثر من رائع، كان متفوق جدا كمان في المراوغه، وكمان بنلاحظ مستواه المتطور، ومش بس حسين الشحات بالمناسبه، انت شفت كذا لاعب عندك الاداء بتاعه متطور، مش في مباراه مش في اثنين، في اداء متطور وثابت، في ثبات في الاداء، اعتقد ده امر رائع جدا. فيعني بالتوفيق في اللي جاي، لكن انا اعتقد ان شاء الله هيبقى في امل كبير جدا، وانا واثقه في الفريق باذن الله هنقدم مباراه اكثر من رائعه ذهابا وايابا امام باذن الله الوداد المغربي. تعالوا بقى نكمل مع حضراتكم، معايا اخبار كتيره جدا. قبل ما نروح انا عايزه برضه اتكلم عن مصطفى شوبير. بصراحه مصطفى شوبير من اللعيبه اللي تفرح بيهم، يعني من اللعيبه بتوعك اللي تفرح بيهم، مفيش عندك اي قلق لما بينزل الملعب، مفيش شك كمان. خلينا نقول ان هو فعلا حارس جيد، قدراته هايله، تقدر ان انت تثق فيه ان هو يكون لاعب اساسي في يوم ما. ده معناه ان انت عندك حراس مرمى على اعلى مستوى بجانب طبعا محمد الشناوي، وخليني اقول كمان علي لطفي يعني من الحراس الرائعين جدا، يمكن ما حلفوش الحظ قوي ان هو برضو ينتهز هذه الفرصه طبعا للاصابه، لكن انا بشوف ان احنا عندنا يعني فعلا سكواد اكثر من رائع، سواء في الفرقه الاساسيه او طبعا في الفرقه يعني مش هقول الاحتياطي ولكن في الفريق ككل. فعلى كل حال انا اعتقد ان احنا كده ماشيين بخطوات رائعه. عايزه كمان اتكلم عن مروان عطيه. طبعا مروان عطيه ظهر بشكل اكثر من رائع وكان رجل المباراه. يعني بصوا فكره كلها ان انت مباراه على مباراه كل شويه اسم عندك بيطلع مستوى رائع مميز ليه. امبارح زي ما كنت بقول لحضراتكم مروان عطيه فعلا قدر ان هو يحصل على جائزه رجل المباراه عفوا، ومش في لعبه او في اتنين، لا انت شايف اداء رائع في المباراه ككل من اول دقيقه لنهايه يعني المباراه. بالتوفيق ان شاء الله للفريق، عندنا سكواد اكثر من رائع واثقين فيكم بشكل كبير جدا، انتوا اللي بتدونا الثقه مباراه عن مباراه وبطوله عن بطوله. بالتوفيق ان شاء الله ونتمنى حصد جميع البطولات في الموسم اللي احنا فيه ده. تعالوا نروح بقى للتصريحات المهمة جدا. احنا اتكلمنا ان بعد كل مباراة بيبقى مهم جدا نعرف التصريحات الخاصة بكولر. كولر يمكن من اهم الحاجات او النقاط اللي اتكلم فيها، هو شوية كان بيتكلم بلسان الجماهير، هو أعرب عن رضاه بالفوز وحصد ثلاث نقاط، لكن في الوقت نفسه اتكلم عن عدم رضاه عن الأداء اللي قدمه الفريق خلال المباراة. خلينا نروح نسمع قال ايه بالظبط ونرجع نكمل. الحاجة الوحيدة الكويسة في الماتش النهاردة إن احنا كسبنا. مش مبسوط خالص من أدائنا النهاردة وازاي لعبنا. منافس صعب علينا المباراة، لكن بالتأكيد احنا نقدر نلعب أحسن من كده كتير. Haben zugelassen, dass der Gegner noch Konterchance hatte. Und
بعد ما جبنا الجون كمان عدم تركيز، بدأ اللعبه تجري لقدام، ما حدش بيرجع، ما حدش بيعمل اي واجبات دفاعيه، بدأ المنافس يبقى ليه فرص، كان ممكن نتعاقب ويخش فينا جون كمان بالطريقه اللي احنا كنا بنلعب بيها. Möchte hier eigentlich auch mitteilen, dass wenn wir so spielen, wird das nicht reichen fürs Finale. Also wir müssen ganz anders auftreten, viel bewusster und viel konzentrierter. Wird nötig sein am nächsten Sonntag. بقول كلام واضح وصريح، لو لعبنا بالشكل ده الأسبوع الجاي الموضوع مش هيبقى كافي نهائيا خالص. محتاجين تركيز أكتر من كده، إصرار أكتر من كده، محتاجين شكل مختلف تماما عن هذا المنظر اللي احنا كنا عليه النهارده. Also man sieht ja nicht sind nicht die ersten zwei Spiele, wo wir Chancen bekommen. Wir haben ja glaube ich die meisten Chancen, die wir rausspielen und aber nicht diese Torquote haben, die ja nicht notwendig wäre oder die möglich wäre. Und ich habe aber auch schon gesagt, dass man nicht jede Torchance bewerten kann, aber das ist halt auch Konzentration, das ist dann auch diese Aggressivität, die es braucht, diesen Fokus, um dann diese Giftigkeit zu haben, um dieses Tor erzielen zu können. هو للأسف الموضوع مش الماتشين اللي فاتوا بس، احنا فرقة من الفرق اللي بتخلق كم فرص يعتبر من الأعلى ممكن مش بس في مصر، لكن نسبة إحرازنا الأهداف من الفرص اللي بتضيع نسبة ضئيلة جدا، ودي مشكلة بقى لها من أول موسم ومستمرية معانا. عارف إن طبيعي إن مش كل الفرص بتدخل أجوان، ده ما فيش حاجة كده في الكورة، لكن إحنا نسبة إحرازنا الأهداف فعلا مش أحسن حاجة. أكبر مشكلة هي طبعا وأنا قلتها في المؤتمر اللي فات، هي غياب التركيز بيبقى من أكتر العوامل اللي بتتسبب في ضياع الأهداف. الشراسة على المرمى والغل، ان انا احط الكوره بغل جوه الجون، دي ناقصه، ناقصه الحته دي، ناقصه عند ناس كتير. Das ist nicht so, dass jetzt irgendwie ein Stammspieler, der ein oder andere hat vielleicht ein bisschen mehr gespielt. Es gab auch immer wieder Verletzungen und wenn Verletzungen sind, so zwei, drei Wochen, braucht der Spieler natürlich dann auch wieder Rhythmus und ich. Ja, wir haben nicht die Möglichkeit, dass wir jetzt jeden immer genau so hinten dran haben, dass er gleich wieder einsetzbar ist. Ja. Und das ja, mit dem großen Kader. Eben, ich habe rotiert, dem einen oder anderen, der eine oder andere hat vielleicht ein bisschen mehr Spiele. Aber das gehört halt einfach auch dazu. Schlussendlich glaube ich, haben wir bis jetzt auch eine sehr gute Performance gezeigt über diese Saison. هبدأ بالنقطة الأولانية، أنا ما عنديش حاجة اسمها وقلتها قبل كده كتير، ما عنديش حاجة اسمها لعيب أساسي ولعيب احتياطي أصلاً. في لعيبة ممكن تكون أم على الواحد يبص على مدار الموسم يلاقي لعب الدقايق أكتر شوية من لعيبة، لكن أنا ما عنديش أصلاً لعيب حافظ مكانه أو مكانه ثابت أو هو أساسي على طول، ما عنديش كده خالص. أحياناً بيبقى في لعيب مثلاً بيتصاب بياخد وقت عقبال ما يرجع من الإصابة، وخصوصاً مع ضغط الماتشات دي التمارين ما بتبقاش مكثفة أو يقدر ان انا ارجع اللعيب فيها اسرع من المعتاد، فبياخد وقت اطول عقبال ما يرجع لمستواه ويقدر يشارك او دقايقه بتبقى تقل شويه. لكن لو بصينا على الموسم كله كمجمل هنلاقي لعيبه تقريبا كلها لعبه ماتشات او عدد دقايق قريب من بعض مش بعاد قوي، فانا ما عنديش فكره ان حد اساسي وحد احتياطي وكله بيشارك وكله بيلعب وكله مستوى متقارب، وخصوصا دي ميزه ان احنا عندنا. أنا عاجبني جدا تصريحات كولر هذه المرة بصراحة، هي كل مرة بيكون راجل بيتحدث بشفافية، ما بيطلعش يجامل، ما بيطلعش يقول لك لا احنا لعبنا كويس وحققنا اللي الجماهير عايزاه وخلاص كده المباراة بقى نبص على اللي جاي، لا الراجل بيتكلم في أي سلبيات موجودة. فبداية الموسم أول ما جه كان بيتكلم دايما عن إضاعة الفرص، لأن احنا كان عندنا أزمة في بداية هذا الموسم في إضاعة الفرص، حق يقال. كنا بنلعب حلو جدا، تيجي الفرصه الاخيره او اللمسه الاخيره وخلاص بتضيع، تحس ان كل المجهود ده للاسف يعني راح كده على الفاضي. فالراجل دايما بيتكلم في الامور اللي لازم يتم تعديلها او العمل عليها، وهو بصراحه بيشتغل، يعني هو بيطلع يقول مشكله عنده في الفريق بيوضحها وبس بيشتغل عليها. احنا حاليا عندنا مشكله ان ادائنا في المباراه الاخيره مش الافضل، ما كانش الافضل، مش دي الصوره اللي تطمني، حتى لو انا حصلت على 3 نقاط بس مش ده الاداء اللي يطمني ان انا في الوداد باذن الله ذهابا وايابا هبقى مرتاح اقول لا خلاص انا كده مطمن على اللعيبه. لا ما كانش الوضع كده، بس ده برده ما يقلقنيش. ليه؟
لأن الأهلي دايما معودنا في المباريات الضخمة والكبيرة والمباريات الصعبة هو بيكون أفضل بكتير بمراحل، فهي دي النقطة اللي احنا برضو إلى حد كبير بنعول عليها. هو ده النادي الأهلي، احنا ممكن مباريات، مش هقول مباريات سهلة مباريات صعبة، كل المباريات مهمة، كل المباريات بتبقى يعني صعبة بالنسبة للنادي الأهلي، لكن في مباريات كده بيبقى شوية ممكن تكون داخل ومش قلقان، مش قلقان، لكن في الاول وفي الاخر انت بتأدي اللي عليك او مفروض ان انت بتأدي بالطاقه اللي عندك بافضل ما لديك من مهارات. على كل حال انا اشعر ان كولر هيعمل على كل النقاط اللي هو تحدث عنها، وباذن الله نشوف ذهابا باذن الله مع مباراه الوداد اداء اكثر من رائع. انا مطمنه، انا من الجماهير اللي مطمنه جدا ان حتى وان كان الاداء ليس الافضل مع سيراميكا، لكن في الوداد هنشوف النادي الاهلي بكامل قواه زي ما احنا متعودين. هنسيب الملف ده دلوقتي لكن اكيد هنرجع له مره ثانيه، بس خلينا نروح لملف آخر وهو ملف السياحة الرياضية اللي هو بيعتبر من الملفات برضو اللي احنا مهتمين بيها بشكل كبير جدا وبشكل خاص في 10 الصبح في الأهلي، اللي زي ما بنقول انت من خلال السياحة الرياضية بتضرب عصفورين بحجر واحد، يعني انت بتشتغل على فعاليات رياضية لترويج فكرة الرياضة عندك ونشرها، وفي نفس الوقت بتروج للأماكن السياحية اللي بتتمتع بيها مصر واللي بتقام عليها هذه البطولات الرياضية او يعني الفعاليات الرياضية. لو بصينا كده كمان عن كثافة هذه الفعاليات في الفترة الأخيرة هتلاقي إن إحنا تحديدا هنا لو هتكلم عن نفسي أنا وكريم، إحنا يوم أو يوم لأ بنتكلم عن فعالية مختلفة، بنتكلم عن يعني بطولة مختلفة. خليني أتكلم تحديدا عن إمبارح، كان في يعني فعالية جميلة جدا وزارة الشباب والرياضة نظمتها وهي جولة ترويجية سياحية لرياضات المحركات. طبعا رياضات المحركات مقصود بيها أي حاجة فيها محرك، يعني زي ما حضراتكم شايفين من الموتوسيكلات وغيره، ده ضمن سلسلة الجولات الترويجية بالمدن السياحية. الجولة بدأت بالأمس من القاهرة، عفوا أنا صوتي بس تعبان شوية فهتلاقي في حروف بتتنطق غلط، معلش بعتذر. فبدأت من القاهرة لمدينة شرم الشيخ بالسيارات الرياضية اللي احنا شايفينها، وطبعا الدفع الرباعي والدرجات النارية، وعندنا كمان يعني مختلف من أنواع الطيران، وطبعا الطيران الشراعي وغيره اللي بيبقى فيه برضو مظلات بمشاركة هناك مجموعة اسمها سكاي سبورت، يعني فريق رائع جدا. فعاليات دي خلينا نقول أو الفعالية دي يعني تمت بمجهود رائع جدا، ومش مجهود فردي، لا مجهود الوزارة والشباب القائم هناك، وهي أعتقد حاجة محتاجينها بكثافة الفترة القادمة. كمان انت بتتكلم تاني عن بطولات رياضية مفيدة وفي نفس الوقت في أماكن سياحية رائعة عندك في مصر، فيعني أعتقد أن هي كانت جولة رائعة جدا ومحترمة جدا وتمت على أعلى مستوى تنظيميا وترويجيا وغيره. إن شاء الله مزيد مزيد كمان من التألق في هذا الملف، ملف في غاية الأهمية، وعايزين نشكر كل كمان الناس اللي كانت أو المنظمين القائمين على هذه الجولات وهذه يعني الفعاليات. خلينا نقول طيب الجولة دي شارك فيها قد إيه؟ شارك فيها برضو 17 سيارة معدلة و30 موتوسيكل وثلاث سيارات دفع رباعي وونش إنقاذ وغيره، زاروا بقى بعض المناطق السياحية ومناطق الطبيعية عندك، فيعني شراكات تقدر تقول عليها رائعة وناجحة. والشراكات اللي من النوع ده أصلا في تنظيم الفعاليات الرياضية أعتقد مع كل الجهات كمان الحكومية والقطاع الخاص لخدمة الشباب المصري على كافة المستويات بتكون حاجة فعلا محترمة. عايزين تاني زي ما كنت بقول مزيد من الفعاليات اللي بتسعى تنشيط السياحة في مصر. مشهد كان رائع وجميل، والصور إن كانت حتى أو فيديوهات صغيرة حضراتكم بتشوفوها دلوقتي، لكن بجد الحقيقة أحلى بكتير. الناس اللي راحت قد إيه كان ردود أفعالها كمان على السوشيال ميديا جميل جدا. طيب أكمل بقى مع حضراتكم ونروح للخبر اللي بعد كده. و ماتش كان غريب اللي احنا تابعناه طبعا، بين اتكلمنا عنه امبارح انا وكريم، مباراه ام بي وفيوتشر والاحداث الغريبه اللي حصلت، لان انت بجد والله ليترلي يعني حرفيا من سنه تقريبا 34 ما حصلش ان في مباراه بهذا الطول او هذه المده، حاجه كانت غريبه. ومش بس كده، فكره كمان ان انت فار عندك بيتعطل ما حصلتش في العالم كله، فكان حديث الساعه هذه او كانت حديث الساعه هذه المباراه. وفي جديد بقى في هذا الملف، لان القصه كلها مش في اللي حصل، لا في شق تاني حصل، وده اللي خلى اداره المسابقات باتحاد الكره ان هي اعلنت قراراتها بشان طبعا هذه المباراه تحديدا، وقررت الاتي: اولا ايقاف المدير الرياضي بنادي فيوتشر مبارتين مع تغريمه 20,000 جنيه، طبعا ده لما بدر منه تجاه الحكم وكمان الادلاء بتصريحات بعد المباراه. معاقبه محمد اسماعيل مدير الكره بنادي ام بي بايقافه 4 مباريات مع تغريمه 50,000 جنيه للسلوك غير الرياضي تجاه
الحكم والتحريض أيضا على الانسحاب من المباراة. كمان توقيع غرامة مالية على فيوتشر وإمبي قيمتها 25,000 جنيه على كل منهما لاعتراض الجهاز الفني والإداري واللاعبين على الحكم بصورة جماعية. فيعني ده الجديد في هذا الملف. ونرجع نقول تاني، هي كانت مباراة من بدايتها لنهايتها بصراحة مش مفهومة أو غير مسبوقة إلى حد ما، زي ما كنت بتكلم من سنة 34 تقريبا كانت مباراة بين الزمالك والأولمبي تقريبا لو أنا مش غلطانة. يعني لا، مشهد كان بصراحة غريب وكان لازم يكون فيه محاسبة. أنا مع فكرة أن دايما يكون فيه عقوبة، دايما يكون فيه محاسبة حتى لا يتم تكرار هذه الأفعال، ده بيكون نوع من الردع الهام. طيب هننتقل لملف كمان، وده ملف خاص بأحمد الجندي البطل الأولمبي، وهو خبر أعتقد غير جيد. طبعا هو بطلنا في الخماسي الحديث لأنه هو انسحب من المشاركة في نهائي كاس العالم للخماسي الحديث للأسف المقرر إقامتها في تركيا، بس مش بمزاجه، بيبقى فيه أوقات حاجات كده خارجة عن إرادة الإنسان بسبب إصابة بخلع في الكتف حصلت له. طبعا في الأول بنقول له ألف سلامة طبعا، يعني جندي هو بطل العالم اللي شرفنا لو حضراتكم فاكرين في أولمبياد طوكيو، كان بفضية كانت غالية جدا وأسعدتنا كلنا كجماهير مصرية. هو صاحب يعني كتير من البطولات والميداليات كمان، هو أعلن عبر صفحته كده قال تحديدا لن أتنافس في نهائي كاس العالم، وهو أول حدث مؤهل أولمبي بسبب خلع الكتف الثاني في تدريب ركوب الخيل الأخير. إنها الإصابة الثانية خلال عام وأنا حزين بشكل لا يصدق من هذه النكسة، كنت أتطلع بشغف إلى تمثيل بلدي على الساحة العالمية مرة أخرى. ولكن في بقى إضافة طبعا اتكلم في كلام كتير، لكن الإضافة اللي عجبتني هو قال إن هذه النكسة يعني محبطة لكنها لن تكسرني. فأنا عجبتني، ودايما لازم الروح دي تبقى موجودة عندنا كلنا مش بس أبطالنا الرياضيين، كلنا بتجيلنا انتكاسات في حياتنا سواء على المستوى الرياضي أو على المستوى العام يعني. فنتمنى أن دايما يكون في روح، ما يبقاش عندنا روح انهزامية، لا خلاص نكسة وعدت لكن عمرها ما تكسر أي حد فينا. يعني احنا بالزعلانين اكيد، احنا بنتمنى ليك الشفاء يا جندي، لكن كنا نتمنى ايضا طبعا مشاركتك لان احنا كان عندنا امال كتيره جدا عليك في اولمبياد باريس 2024. بس اكيد في الاول وفي الاخر سلامه اي بطل رياضي لينا اهم بكتير. خلينا بقى نتابع دلوقتي حاله الطقس ودرجات الحراره، وبعد كده نروح فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. برحب بحضراتكم اكيد مره كمان. خلينا نتابع دلوقتي اخبار النادي الاهلي والفرق المختلفة. هتكون معنا مريم سميح من مقر النادي الأهلي بالجزيرة. مريم بونجور، صباح الهنا عليكي، ويعني سامعينك طبعا، وقولنا إيه آخر الأخبار اللي عندك خاصة طبعا بالنادي الأهلي وكل الفرق عندنا، تفضلي. صباح عليك يا نهاوند، وصباح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وجولة جديدة من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، هيكون معنا فيها طبعا كل الأمور المتعلقة بالفريق الأول لكرة القدم وأيضا قطاع الناشئين، وأكيد هيبقى معنا يعني أخبار تخص افتتاح فرع التجمع الفرع الرابع للنادي الأهلي كان العظيم طبعا النادي الأهلي. فالحقيقة النهاردة أن احنا معنا وجبة دسمة تخص كل هذه يعني الموضوعات. الحقيقة خلينا نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم طبعا، يعني بعد امبارح بعد ما فاز على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف. يمكن كانت هذه المباراه مؤجله من الجوله ال 27 من عمر بطوله الدوري الممتاز. الحقيقه يعني شفنا يعني مباراه محترمه جدا قويه جدا. الحقيقه ان هي كانت بمثابه بروفا قويه جدا للنادي الاهلي قبل طبعا اكيد لقاء الوداد في نهائي دوري ابطال افريقيا، وتحديدا يعني ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا، خاصه ان سيراميكا كليوباترا الحقيقه عنده عناصر كتير جدا في اللعبة. لاعبين يعني اقوياء جدا سواء على المستوى الدفاعي او الهجومي، وطبعا يعني تحت اشراف المدير الفني كابتن حلمي طولان، اكيد يعني كابتن كبير جدا ومخضرم ولديه يعني العديد من الخبرات في مختلف الانديه. فعلشان كده الحقيقه يعني هي كانت بمثابه بروفا قويه جدا لاستعداد النادي الاهلي. والحقيقه يعني قرر مستر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي بدون راحه استئناف المران النهارده. ان شاء الله التجمع هيكون في تمام الساعه 5 مساء، وهيبدا المران
الطيران في تمام الساعة 6:00 مساء، ده طبعا استعدادا لمباراة الوداد في طبعا نهائي دوري أبطال إفريقيا واللي هتقام يوم الأحد المقبل تحديدا يوم 4 يونيو على استاد ملعب القاهرة، طبعا ده في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا. الحقيقة أن النهاردة أكيد هيكون يعني المران في غاية الأهمية، وأن هو هيشهد يعني عودة بعض من اللاعبين المصابين. الحقيقة يعني كل جمهور النادي الأهلي كان قلقان جدا من عدم خوض بعض اللعيبة لمباراة الوداد. الحقيقة أن احنا عايزين نطمنهم إن شاء الله يدخل النادي الأهلي بكامل جاهزيته وكامل اللعيبة إن شاء الله في هذه المباراة. النهاردة يعني من المتوقع أنه يعود حمدي فتحي مرة أخرى طبعا يعني التدريبات الجماعية بعد ما كان تم إصابته بألام في العضلة الخلفية، والحقيقة أنه هو خضع طبعا لبرنامج تأهيلي، يمكن كان برنامج تأهيلي مصغر وكان يعني بيتضمن الجري حول الملعب وأيضا يعني الخضوع لبعض الفقرات، ده طبعا تحت إشراف الجهاز الطبي برئاسة الدكتور أحمد أبو عبلة. وكمان يعني يمكن عايزين نطمن أكيد برضو كل جماهير النادي الأهلي على جاهزية بقية اللاعبين اللي تم الإعلان عن إصابتهم خلال الفترة الماضية، يمكن بخلاف كمان حمدي فتحي طبعا أكيد حارسنا يعني حارس الاول للنادي الاهلي كابتن محمد الشناوي، الحقيقه انه متوقع ان هو يعود النهارده في المران، ولو يعني لم يعد النهارده هيكون ليه عوده سواء في مران الغد او بعد غد، ولكن ان شاء الله يعني تشهد المران النهارده عودته مره اخرى. الحقيقه يعني محمد الشناوي كان بقاله حوالي ما يقرب من اسبوعين في الاصابه، والحقيقه ان هو يعني يمكن عمل على قدم وساق علشان يعود مره اخرى وعشان يكون متواجد في مباراه الوداد طبعا بعد ما تم يعني الإعلان عن إصابته في عضلة السمانة أو آلام في عضلة السمانة. والحقيقة أنه هو كان أصيب يعني قبل تحديدا مباراة العودة أمام نادي الترجي، وأيضا علي لطفي يمكن في مباراة MP الماضية برضو يعني تم الشكوى من آلام في عضلة الخلفية، والحقيقة أن علي لطفي أيضا إن شاء الله يكون جاهز إن شاء الله في مران النهاردة. أيضا يمكن طبعا مصطفى شوبير الحقيقة أن احنا شفناه بيتألق في يعني مباراة أمس أمام سيراميكا كليوباترا، والحقيقة أنه هو ده على الرغم من إصابته بجرح قطعي في الجفن العلوي طبعا في مباراة طلائع الجيش، ولكن الحمد لله طمننا عليه امبارح وشفناه كمان بأداء كبير جدا. إن شاء الله يعني النادي الأهلي شرفنا، وإن شاء الله يعني يشهد كمان مران النهاردة والغد وبعد غد أكيد عودة المصابين علشان كل جماهير النادي الأهلي تبقى متطمنة أن النادي الأهلي في أمان. وحتى يعني ده لو لم يحدث، ولكن الحقيقة أنه هو بنسبة 100% إن شاء الله هيحدث. دايما بنرفع شعار الأهلي بمن حضر، ولكن ان شاء الله نطمن على كل لاعبتنا في مران اليوم وايضا مران الغد ويعني مران الايام المقبله قبل مواجهه طبعا الوداد المغربي. خلينا بقى ننتقل لاخبار قطاع الناشئين. الحقيقه يعني ان قطاع الناشئين شايفين فيه طفره كبيره جدا وتغييرات كبيره جدا، طبعا يعني شفنا تشكيل جديد خلال الفتره الماضيه برئاسه كابتن طبعا بدر رجب، يعني ليه خبره مطوله اكيد في هذه القطاعات سواء خارج البلاد او كمان داخل البلاد. وعشان كده امبارح كان في اجتماع هام جدا برئاسه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، اجتمع بالتشكيل الجديد طبعا لقطاع الناشئين زي ما انا قلت برئاسه طبعا يعني يمكن كابتن خالد بيبو، حضر كابتن خالد بيبو طبعا رئيس قطاع الناشئين، وايضا حضر يمكن كابتن وليد سليمان نائب رئيس قطاع الناشئين، وايضا كان موجود كابتن بدر رجب المدير الفني الجديد لهذا القطاع اللي جاء طبعا خلفا للتشيكي مستر مايكل بروكيتش اللي يمكن كان تولى المسؤوليه يعني تحديدا في شهر اغسطس من عام 2020، ويمكن يعني امتدت مسؤوليته لمده ما يقرب من 3 سنوات، وبعديها خلفا ليه جاء طبعا يعني زي ما احنا شفنا تم الاعلان منذ اسبوعين عن تولي كابتن بدر رجب لمسؤوليه قطاع الناشئين، وايضا يمكن مؤخرا كمان تم الاعلان عن تولي كابتن احمد ناجي الاشراف على طبعا مدربي حراس المرمى في القطاع. امبارح الحقيقه كان الاجتماع في غايه الاهميه مع التشكيل الجديد، وحضروا يعني يمكن ايضا كابتن حسام غالي عضو مجلس اداره النادي الاهلي بجانب طبعا التشكيل الجديد لقطاع الناشئين، يعني يمكن كمان حضر اكيد كابتن محسن صالح اكيد رئيس لجنه التخطيط، وايضا في عضويه هذه اللجنه طبعا يعني كابتن زكريا ناصف، وايضا حضرت الاجتماع استاذه حنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص
النادي، والحقيقه ان هو كان اجتماع مثمر وكان يعني في خطه او وضع خطه واستراتيجيه جديده الحقيقه يعني علشان يمد النادي الاهلي او يعني الفريق الاول لكره القدم بالعناصر اللي بيحتاجها طبعا النادي الاهلي، وده اللي احنا شفناه خلال السنوات الماضيه. دايما قطاع الناشئين بيثمر بلعيبه الحقيقه بتقدر ان هي تشرفنا سواء في النادي الاهلي وايضا كمان يعني ممكن بعضهم كمان بيحترف خارج النادي الاهلي في يعني بعض الدول الاوروبيه، وده الحقيقه اللي تم وضع استراتيجيته امبارح انه يتم توفير العناصر طبعا المميزه وامداد الفريق الاول لكره القدم بهذه العناصر خلال الفتره المقبله تحت قياده المدير الفني الجديد كابتن بدر رجب. وايضا يعني خلينا نقول ان تم وضع استراتيجيه كمان ل يعني تشكيل سواء الاجهزه الطبيه او الاداريه او الفنيه لكل فرق القطاع او لكل يعني الفرق في مختلف المواليد خلال الفتره المقبله. خلينا بقى يعني يمكن اكيد لا صوت يعلو فوق صوت افتتاح الفرع الرابع وهو فرع التجمع للنادي الاهلي. خلاص يمكن 48 ساعه بتفصلنا عن افتتاح كبير جدا وافتتاح مبهر اكيد بينتظره كل اعضاء النادي الاهلي سواء اعضاء الجمعيه العموميه وايضا يعني جماهير النادي الاهلي، اكيد هنشاهد ده على شاشه قناه النادي الاهلي. خلاص يعني يمكن 48 ساعه بتفصلنا عن هذا الافتتاح الكبير للكيان العظيم. خليني يعني اقول لك يا نهاوند واقول لك كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان الحقيقة أن هم أكيد عندهم فضول كبير جدا إيه اللي هيتم في الافتتاح، أكيد دي هتبقى مفاجآت، ولكن خليني أقول بعض المعلومات اللي سبقت هذا الافتتاح. الحقيقة أن امبارح كان يعني تاني اجتماع للجنة العضويات، يمكن كان أول اجتماع للجنة العضويات يمكن تم يوم الأربعاء الماضي، كان برئاسة الأستاذ طارق أنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وكان في إقبال كبير جدا. الحقيقة أن امبارح كان في أيضا تاني اجتماعات لجنة العضويات ولكن كان برئاسة الأستاذ محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. الحقيقة كان في إقبال كثيف جدا لطلب طبعا يعني الاشتراك في عضوية الفرع الجديد فرع التجمع الخامس من النادي الأهلي. الحقيقة أن تم قبول ما يقرب من 130 عضوية. يعني يمكن عايز أتكلم يا نهاوند شوية عن فكرة وجود أعضاء النادي الأهلي داخل أو لجنة العضويات داخل الفرع الجديد ده، طبعا علشان يمكن الأعضاء تقدر أن هي تشوف قدام لايف كل المنشآت وكل يعني الأمور اللي تم طبعا تنفيذها على أرض الواقع. يمكن ده أول فرع يحصل فيه الأمر ده، يمكن دايما كانت لجنة العضويات بتجتمع في المقر الرئيسي بالجزيرة وطبعا يعني علشان الاشتراك في الشيخ زايد أو مدينة نصر الحقيقة، ولكن يمكن عكس كل الفروع السابقة لأن تم الانتهاء من أكثر من 80% من تنفيذ المنشآت الجديدة بفرع التجمع الخامس. عشان كده يعني قرر مجلس إدارة النادي الأهلي أنه يكون يعني لجنة العضويات داخل الفرع نفسه علشان يكون في رؤية لايف للأعضاء. ويمكن عايز أتكلم كمان أنه الأعضاء اللي يعني اشتركوا في خلال لجنة العضويات الأولى اللي تمت يوم الأربعاء الماضي يمكن نقلوا تجربتهم يعني الممتعة داخل النادي، علشان كده يعني نقلوا للأعضاء الجدد، وعلشان كده يمكن الأعضاء الجدد كمان قالوا إن هم جم يعني على سيرة كل ما تم نقله ليهم لايف. والحقيقة يعني عايزين نتكلم كمان إنه امبارح كان في يمكن تشغيل تجريبي للأكوا بارك للموجودة داخل فرع التجمع الخامس، والحقيقة إن هو التشغيل الرسمي ليها هيكون يوم الافتتاح. الحقيقة يعني إن كل المشرفين على النادي طبعا برئاسة العميد أحمد إيهاب النحاس مدير فرع التجمع الحقيقة إن هم شغالين شغل الحقيقة زي ما احنا بنقول كده شغل من نار علشان يكون الافتتاح يليق بكل من ينتمي لمؤسسة وكيان النادي الأهلي. الحقيقة يعني إن يمكن زي ما أنا قلت 80% من المنشآت تم الانتهاء منها، والحقيقة إن كل الناس الحقيقة ابتدت إن هي تصور النادي الأهلي أو فرع النادي الأهلي التجمع الخامس ويتداولوا هذه الصور يعني على السوشيال ميديا بيتكلموا انه زي ما انتم شايفين صرح كبير جدا. يا ريت كل الانديه تحتذي بهذا المثال وكل طبعا الانديه يعني يكون ليها تطور مثل هذا النادي. الحقيقه خلينا نقول ان افتتاح يوم الخميس بعد غد خلاص يعني تم دعوه عدد كبير جدا من طبعا رجال الدوله. الحقيقه يعني يمكن هيكون في عدد كبير جدا كمان من قدامى لاعبي النادي الاهلي قدامى طبعا مجلس اداره النادي الاهلي.
الاهلي زي ما احنا تعودنا وشفنا في اي محفل كبير للنادي الاهلي بيتم توجيه الدعوه لكل من ساهموا في تطوير منظومه ومؤسسه الكيان العظيم النادي الاهلي، وده طبعا برئاسه كابتن محمود الخطيب. يمكن ابرز اللي تم يعني توجيه الدعوه ليهم اكيد من رجال الدوله، يعني بياتي على راسهم طبعا اكيد وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي، وايضا وزير الاسكان، واكيد هيكونوا متواجدين علشان يشهدوا افتتاح هذا الصرح العظيم. طبعا ديانا هواند كانت كل اخبارنا من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، كلمه ليكي مره اخرى. بصي يا مريم، انت اتكلمتي عن كذا نقطه مهمه جدا طبعا بجانب التغطيه عن اخبار الفرق المختلفه واخر الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي، اتكلمتي عن اجتماع قطاع الناشئين واعتقد ده في غايه الاهميه، ويمكن وانت بتتكلمي كمان عرضنا صوره ويا ريت لو ننزلها تاني لان صوره جميله جدا، هي طبعا من الاجتماع بالامس مع كابتن محمود الخطيب، وكان فيها زي ما حضراتكم شايفين العديد من الرموز الكبيره جدا والمعنيه بهذا القطاع، لكن كمان في الخلفيه لما نشوف صوره كابتن حسن حمدي، والفكره كلها ان انت في النادي الاهلي ما عندكش حد لما بيجي بيمسح تاريخ اللي قبليه، انت عندك تكمله وبتبني على اللي تاسس، فهو ده النادي الاهلي، واعتقد مشهد في غايه الاحترام. اتكلمتي عن كابتن بدر رجب طبعا المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين يا مريم، وطبعا هو قيمه وقامه كبيره جدا، طبعا هو كان بيعمل بالامارات لعده سنوات في نادي الجزيره الاماراتي تحديدا، وقدم العديد كمان من الاسهامات في هذا النادي تحديدا، وبعد كده جه، واعتقد ان احنا في امس حاجه طبعا لكل يعني خبره من ابناء النادي الاهلي ان هم يجوا ويعطوا ويمدوا النادي الاهلي بالخبرات بتاعتهم، خصوصا لما بنتكلم عن قطاع الناشئين والقطاع الاساسي في اي نادي كان، فاحنا في امس حاجه لكل الخبرات طبعا المصريه، فدي نقطه كانت في غايه الاهميه اللي انت تحدثتي عنها. تحدثتي ايضا عن طبعا يعني فرع النادي الاهلي بالتجمع، وعايزه اقول لك ان ناس كثيره من دلوقتي واكيد انت بتتعرضي لده كمان لما بيقابلونا بيقعدوا يسألونا عن كيفية الاشتراك والاستمارة، طب نجيبها منين، ويقولونا طب العضوية بقت بكام، طب التقسيط ازاي، أسئلة وتفاصيل هم بيبقوا حابين جدا أو حريصين ان هم يعرفوها لان هم حابين ان هم ينضموا. شفنا كمان ناس كتير، وكانت لقاءات يا مريم عملناها لما كنا بنعمل لقاءات عشوائية، لقينا ناس بتنتمي لأندية مختلفة بتتكلم ان هم لما بيدوروا لاولادهم على كيان ينضموا ليه كنادي رياضي بيروحوا للنادي الاهلي لان هي منظومه ناجحه بكل الاشكال، فكلام كله اعتقد محترم جدا ومثبوت بالادله والواقع، مش احنا طالعين نجمل يعني الصوره، فكلام محترم. نتمنى اكيد التوفيق، وبدوم صوتي لصوتك، نتمنى ان شاء الله كل النجاح ومزيد من التالق للنادي الاهلي. بشكرك جدا زميلتي العزيزه على هذه التغطيه الرائعه مريم سميح، شكرا ليكي. رائع جدا. تعالوا بقى حضراتكم ننتقل لعالميا شويه ونروح للاتحاد الانجليزي لكره القدم اللي قرر نقش اسم مدينه مانشستر على كاس الاتحاد قبل الديربي طبعا المنتظر بين السيتي ويونايتد، والمقرر ان هو هيكون يوم 3 يونيو. دي المره الاولى في التاريخ احتفالا طبعا بوصول السيتي واليونايتد للمباراه النهائيه، لاول مره بيحصل. طبعا كان التاهل لمانشستر سيتي في نهائي كاس الاتحاد الانجليزي بعد ما فاز، كانت مباراه قويه جدا على شيفيلد يونايتد، كانت 3-0 في الدور نصف النهائي، وصعد مان يونايتد للمباراه النهائيه بعد الفوز على برايتون، كانت وقتها برجالات ترجيح، كان ماتش من نار 7-6 بعد يعني انتهاء الوقت الاصلي والاضافي بالتعادل السلبي. تفاصيل كثيره عايزين نتكلم فيها، وكمان عايزين نتكلم في مصير النجوم عالميا سواء لعيبه او حتى كمان يعني مديرين فنيين. خلينا ناخد على التليفون لمزيد من التفاصيل دكتور عادل كريم طبعا الصديق العزيز جدا والناقد الرياضي. يا دكتور بونجور على حضرتك. بونجور يا نهوان. اهلا وسهلا يا فندم. بنسعد بوجود حضرتك والله معانا كضيف او طبعا على التليفون، وعايز اروح معاك لكذا ملف. طبعا دلوقتي بيكون في وقت الميركاتو ونهايه الموسم وبدايه موسم جديد دايما يبقى فيه الكلام والاشاعات وغيره وغيره، طب هو رونالدو هيكمل ولا لا؟ طب هو ميسي هيروح فين؟ طب هو محمد صلاح هيكمل مع ليفربول بعد تدني المستوى ولا انت شايف ايه؟ الكلام ده كله شفنا برضو بعض المديرين الفنيين المخضرمين اللي بيتركوا أندياتهم، منهم مثلا سباليتي ونابولي، وده حسب التصريح الأخير اللي احنا قريناه أو شفناه إن ده بناء على رغبته هو بسبب الضغوطات اللي كان بيعاني منها الفترة الأخيرة. يعني خلينا نتكلم في العموم في مصير النجوم اللي أنا ذكرتهم، ولو حضرتك برضو عايز تضيف اتفضل دكتور. أولا ميرسي أنا وأنت، شكرا طبعا، أنا اللي بتشرف كل ما أبقى معاكم أكيد. طبعا احنا خلاص في نهاية الموسم، مش فاضل غير يمكن
بعض الماتشات القليله جدا في الدوريات، وعندنا فاينل الكاس في انجلترا يوم السبت الجاي، وبعد كده هيبقى نهائي دوري الابطال ده اللي هنختتم بيه الموسم يمكن السبت اللي بعده. فخلاص كده احنا فعلا بدانا يعني هو الميركاتو ما بداش، هيبتدي بقى نهايه الموسم يعني هيبتدي يمكن في نص يونيو، لكن بدانا بقى التكهنات والكلام الكتير. وطبعا النجوم السوبر ستارز هم اللي عليهم الكلام الاكثر. اكيد مصير ميسي هو الاهم دلوقتي، لان هو خلاص تعاقده انتهى مع باريس سان جيرمان. كلام كتير جدا، هل هيرجع برشلونه؟ هل هيروح الدوري السعودي تحديدا الهلال؟ هل هيروح امريكا في ميامي ستارز النادي اللي بيمتلكه ديفيد بيكهام؟ لسه ميسي هو نفسه ما اتكلمش خالص، المقربين منه هم اللي بيتكلموا، او يمكن نادي برشلونه نفسه بيتكلم. امبارح تشافي في البريس كونفرنس اتكلم ان هو الباب مفتوح اكيد قدام ميسي، لكن في حاجات كتير لازم تتعمل. عوده ميسي برشلونه هتبقى عوده عاطفيه مش عمليه، لان هو طبعا عمليا اكيد هيخفض راتبه بشكل كبير جدا. برشلونه محتاج كمان يبيع اكتر من نجم عشان يقدر يوفي بمتطلبات الماليه لصفقه زي دي. الناحيه الثانيه عرض الهلال السعودي الكلام كله انه وصل ل 600 مليون يورو في الموسم، وده هيبقى رقم تاريخي، هيبقى رقم لا هو كان 400 بقى 600. لا الكلام انه وصل ل 600 دلوقتي، موسمين مليار و200 رقم خيالي يعني. والله يعني يروح يعني ساعتها لازم يروح بصراحه. واو طبعا ده حاجه هتبقى قويه جدا لو حصلت. والعرض الثالث اللي متاح على المائده يعني هو عرض ميامي ستورز او انتر ميامي الامريكي، اللي هو النادي اللي بيمتلكه ديفيد بيكهام، وهو برضو حاجه بتبقى بروموشن لكاس العالم اللي هيتعمل 2026 في امريكا الشماليه كلها، امريكا والمكسيك وكندا. فخلال الايام الجايه طبعا هيتضح موقف ميسي، لكن اعتقد هو مش هيتكلم غير لما يبتدي الميركاتو رسميا يعني. كريستيانو رونالدو طبعا هو موجود في النصر، لكن كل الكلام اللي اتقال ان هو مش سعيد بالتجربه يعني، رغم طبعا ان هو على طول بيشيد بالدوري السعودي وعلى طول بيشيد بالمكان اللي هو موجود فيه. لكن فكره ان الموسم انتهى بدون ما النصر يحقق اي بطوله، رغم ان الكل كان متوقع ان بوجود كريستيانو النصر هيفوز بكل البطولات، لكن النصر خرج من كل البطولات، خسر لقب الدوري للاتحاد. هو انا ممكن اسالك حاجه يا دكتور؟ اتفضل. بس ده ليه اجابه عادي. هو فسر لي ازاي ده حاصل، يعني هل هنا الفكره كلها ان الدوري السعودي ليس قائم على البطل الاوحد، يعني فكره ان او الوهم اللي كان عند البعض اللي هو لما هيروح ينضم لنادي النصر خلاص نادي النصر كده هيحصل على كل البطولات، يعني اعتقد برضو كان في ناس عندها امال لده، بس فكرة ان هو ما حصلش على ورا بطولة مع وجود كريستيانو رونالدو برضو مش مفسر قوي، بتشوف ده ازاي؟ هي فكرة ان في لعيب ياخد بطولة لوحده، ده دي يعني للأسف دي اسطورة او وهم الناس بتتكلم، بس ده لاعب 10 لعيبة ممكن تقول في الدوري يعني، ولا انا غلطانة؟ طبعا لا هو اكيد يعني ممكن نقول مثلا ان النادي مش هيقدر يفوز من غيره، او ان هو دوره مؤثر جدا، او ان هو له دور كبير جدا، لكن ان هو يعمل كل حاجه لوحده دي ما، لان دي مش لعبه فرديه، دي لعبه جماعيه، فهو مش هيعمل كل حاجه لوحده يعني. لكن طبعا اكيد فكره ان النصر ما يخرج من كل البطولات بالشكل ده كانت برضه صدمه يمكن للجمهور اللي كان متوقع ان رونالدو هيروح يعمل كل حاجه. اكيد رونالدو يعني مع كامل الاحترام والتقدير للدوري السعودي اللي هو يعتبر من اقوى الدوريات في المنطقه دلوقتي، لكن رونالدو مستوى تاني يعني، حاجه انت بتتكلم في افضل لاعب في العالم 5 مرات، بتتكلم في واحد كسب كل حاجه في العالم، بتتكلم في ليفل عالي قوي، لكن فكانت الطموحات كبيره. لكن طبعا اكيد برضه عامل السن له دور، عامل التكيف على البيئه الموجوده له دور، فكل ده ما حصلش. فاكيد كل ده حصل كلام دلوقتي بيتردد، هل ممكن مثلا ان رونالدو ارتباطه دلوقتي بالسعوديه بالكره السعوديه، هل ممكن يروح نيوكاسل مثلا، لان نيوكاسل هيلعب تشامبيونز ليج السنه الجايه، لان احنا عارفين طبعا ان نيوكاسل مملوك لصندوق الاستثمارات السعودي. هل بيبقى في تفكير انه يرجع تاني اوروبا؟ هل لا هيكمل؟ هو تصريحاته بعد اخر مباراه للنصر كانت بتقول ان هو لا هو سعيد في الدوري السعودي، وان الدوري السعودي هيبقى من اقوى 5 دوريات في العالم. هل ده بقى تصريحات كوميرشال يعني حاجه كده تجاريه، ولا هيكمل فعلا؟ اكيد برضه هيبان في الفتره اللي جايه. هو الكلام اللي اتقال ان هو مش هيلعب الماتش الاخير في الدوري، هياخد راحه الماتش الاخير في الدوري انضم للمنتخب، لان في فتره تاخد دولي، وبعد كده بقى هنشوف تحديد مصير رونالدو هيبقى عامل ازاي. كويس جدا. طب بالنسبه بقى صلاح، نروح لصلاح شويه، وطبعا احنا سمعنا الكلام ده كتير جدا، مع نهايه كل موسم بنسمع محمد صلاح مش مكمل في ليفربول، محمد صلاح هينتقل لبي اس جي، لا محمد صلاح هيروح برشلونه، لا محمد صلاح هيروح الدوري السعودي، كلام كتير كل فتره بنسمعه. بتميل لانهي راي، وشايف انهي الافضل كمان لصلاح؟ هل هو يستمر مع ليفربول، ولا الموضوع مالوش علاقه خالص دلوقتي بفكره بقى النادي على قد ما ليه علاقه بالسن، فهو لازم يبتدي يفكر مع تقدمه في السن، مع ان
انا شايف 31 على فكره مش كبير خالص يعني عادي، بس هل لازم يفكر عقلانيا اكتر الفتره دي؟ هو صلاح يعني حاليا في مرحله قمه النضج، يعني 31 دي ما بقتش يعني من زمان كل واحد يقول لي عادي 30 خلاص كده، لا دلوقتي احنا بنتكلم في لعيبه بتقعد ل 37 38 و40 في الملعب كمان. هو في العكس في مرحله النضج العاليه جدا بتاعته. اعتقد ان الموضوع اتحسم الموسم اللي فات لما جدد عقده مع ليفربول 4 سنين كمان، لان هو الموسم اللي فات كان فيه كلام كتير ان هو هيجدد ولا هيمشي. السنه دي اعتقد الكلام اقل بكتير. هو يمكن اللي فتح الموضوع تاني فكره ان ليفربول ما وصلش تشامبيونز ليج السنه الجايه، وفكره تويت صلاح نفسها لما قال فيها ان انا حاسس باحباط كبير جدا وان احنا خذلنا نفسنا وخذلنا النادي وخذلنا الجمهور، ده خلى الباب اتفتح شويه في الكلام. لكن اعتقد هو يعني حتى يورجن كلوب بعد الماتش اللي فات طلع قال ان انا متفاهم جدا اللي قاله صلاح ومتفق معاه في الكلام ده كمان، وان شايف ان الموضوع مش هيتفتح اساسا. اعتقد بالعكس، لا يمكن حتى بعد ما قال الموضوع ده اللي كان واضح فعلا الاحباط فيه عليه ان هو ليفربول ما وصلش تشامبيونز ليج، لكن اخر يوم في السيزون صلاح كان يعني واضح انه متجاوب جدا مع الجمهور ومع اللعيبه. هو بدا يعني فتره اجازه صغيره كده قبل ما ينضم لمنتخب مصر ان شاء الله وبعدين ياخد اجازته الصيفيه. اعتقد ان لا، مشروع ليفربول القائم مع يورجن كلوب قائم على وجود صلاح، والمشروع هيستمر الفتره الجايه، وصلاح اعتقد انه مكمل في ليفربول، واعتقد يمكن نهايه مسيرته هيكمل. طيب انا عايزه اروح لان ده كان حديث برضو الساحه الرياضيه اليومين اللي فاتوا تحديدا، هو خبر مش جديد، مش النهارده يعني، بقى لنا يومين بنسمعه، وهو رحيل سباليتي. سباليتي اسم كبير جدا، بدا التدريب تقريبا من 94، قيمه كبيره جدا في كره القدم الايطاليه، يعني فاز ببطولات عديده مع فريق روما وكان بيمرن ميلان، يعني له سي في عظيم وعمل شغل محترم مع نابولي، بس فكره ان هو يقرر فجاه، هو حاجه و60 سنه تقريبا 64، يعني ان هو عايز فتره راحه، هو قال كده انا عايز فتره راحه، انا عليا ضغوطات شديده جدا. بتفسر ده كان ضغوطات فعلا عليه ولا في اسباب اخرى؟ هي في اسباب كتير، هو في ضغوطات طبعا. هو طبعا كونه فاز بالدوري مع نابولي واول دوري يفوز بيه نابولي من سنه 90، يعني من ده انجاز طبعا. طبعا انجاز عظيم جدا، واكيد هيخلد يعني بالنسبه له هو بالنسبه لجمهور نابولي، والناس حتى مستنيه لحد الجاي لاخر ماتش في الدوري اللي هيستلموا فيه الدوري. يعني النهارده لسه قاري خبر ان في حوالي 120 الف طلب من الجمهور دول عايزين يحضروا الماتش ده، لان الماتش طبعا تاريخي بالنسبه لنابولي. لكن هو كان فعلا عليه ضغوطات كبيره جدا حتى من الموسم اللي فات، يعني لو فاكره حتى كان في حدوته لطيفه كده ان هو صحي في يوم ما لقاش عربيته ولقى مسج تهديد ان احنا هنرجعها لك يوم ما تمشي من نابولي. يعني الجمهور طب ليه؟ يعني انا مش فاهمه ليه ده حصل. ساعتها بعد الموسم اللي فات كانت الناس عندها احباط يعني من موسم نابولي، كانوا حصل صفقات كتير وحصل يعني رغبه كبيره في ان الفريق ياخد اللقب، الفريق ما خدش حاجه، النجوم الكبار بتوع الفرقه مشيت، فهو كان عنده ضغط كبير قوي في الفتره دي. واتقال حتى ساعتها انه هيمشي، لكن هو اصر انه يقعد واصر انه يعمل حاجه، وعمل حاجه عظيمه جدا يعني، ده يتاخد طبعا كبير جدا، وقبل ما يخلص مرتبات كتير قوي، اول دوري يفوز بنابولي من بعد مارادونا، فاحنا بنتكلم في حاجه طبعا تاريخيه. فواضح ان الضغط ده كله عليه، وهو يمكن ما نسيش حتى المشاكل اللي حصلت مع الجمهور دي، فهو قال لا انا عايز على كلام دي لورنتس اللي هو رئيس نادي نابولي، ان هو ابلغه ان انا عايز اخد راحه سنه، انا عايز اقعد سنه في البيت. فده وارد طبعا، وارد ان يكون عنده حاجه ثانيه، وارد ان يكون خلاص شايف ان هو مش هيعمل حاجه اكتر من كده مع نابولي. هو رائع ان القرار بتاعه ده كمان جه بعد لما كان واقف على رجليه ومنتصر، يعني ان هو ما عملش ده وهو مش هقول منكسر بس ما حققش حاجه الموسم اللي فات، بالعكس هو رد على الارض وبعدين قرر ان هو يرتاح شويه، فبرضه دي مش حاجه وحشه، انا بشوف ان ده برضه من حقه اعتقد، طالما هو قدر ان هو يثبت نفسه كويس جدا ويرد على الانتقادات اللي كانت موجهه ليه. طيب معلش بقى برضه هسالك سؤال كمان، معلش هستغل وجودك يا دكتور معانا، لان لسه كنا بنتكلم عن قاعده الناشئين تحديدا في النادي الاهلي، ويعني استقدام بعض الكوادر الاهلاويه زي كابتن بدر رجب بعد خبره كبيره جدا سواء في مصر او في الامارات، والعمل على تطوير ده يعني دائم لقطاع الناشئين، ده الاساس، ده الاساس اللي بيطمنك بعد كده على مستقبل الانديه ومستقبل المنتخبات. فبتشوف ايه اللي احنا لسه محتاجينه في مصر للاهتمام بهذا الملف، ولو في نواقص من وجهه نظرك وخبرتك برضه دكتور عادل ايه هي؟ هو طبعا يعني اولا قرار عوده كابتن بدر رجب، انا يعني مبسوط بيه جدا، لان كابتن بدر من الناس اللي اثرت كتير قوي في الناشئين سواء في النادي الاهلي او بره النادي الاهلي في الفتره اللي اشتغل فيها في الامارات. فاعتقد ان القرار محترم جدا، ونتمنى ان شاء الله انه يبقى ثمرته يعني تظهر بسرعه ان شاء الله.
احنا بينقصنا حاجات كتير، بينقصنا اولا التخطيط، يعني اولا يبقى عندنا مسابقات واضحه للقطاعات الناشئين، نبقى عارفين من دلوقتي 4 5 سنين قدام احنا الاعمار السنيه او مسابقات الاعمار السنيه تبقى عامله ازاي، لان احنا للاسف بنفاجئ بقرارات فتلاقي فريق كامل اضطر ان هو يخرج، يعني فريق كامل اضطر ان هو خلاص كده مسيرته انتهت لان مفيش مسابقات للسن ده. فمحتاجين تخطيط لفتره طويله، محتاجين طبعا اجهزه يعني محدده او معينه للقياسات وللتدريبات والكلام ده، احنا شفنا حتى يمكن مستر كولر بيتكلم على الكلام ده مع الفريق الاول، فالكلام ده الاولى ان يكون موجود مع الناشئين، لان دي فتره التاسيس، دي فتره اللي ببني فيها اللعيب صحيح فنيا وبدنيا ومن ناحيه اللياقه ومن ناحيه كل الحاجات دي، محتاجين تجهيز نفسي وذهني مع اللعيبه دي، لان يبقوا عارفين كويس قوي ان احنا ما فيش مثلا نادي بيصعد كل سنه 10 15 ناشئ، ده هو في الاخر واحد او اثنين بكثير، فلازم اللعيبه تبقى مجهزه ان هو لازم تثبت نفسك، لازم تطلع اللي عندك كله، لازم تبقى عارف ان دي مش النهايه، انت ممكن صحيح تبقى في حته ثانيه. فكل ده طبعا يعني هي الاساس في الموضوع التخطيط، لو حصل تخطيط من كل النواحي من اول البطولات اللي موجوده ايه لغايه زي ما بقول لك الاجهزه والتجهيز كل ده هنقدر نطلع حاجه كويسه. واحنا دايما عندنا يعني بنطلع دايما اللعيبه، يعني مفيش نادي اعتقد في مصر ما عندوش 3 و4 لعيبه من قطاع الناشئين في الاهلي. صحيح صحيح، نتمنى ان شاء الله تبقى بدايه كويسه للفتره الجايه باذن الله. ان شاء الله دكتور عادل كريم، بشكر حضرتك جدا على هذه المداخله وتنورنا قريب ان شاء الله. أمنية فخري بطلة العالم السابقة للخماسي الحديث هتكون معانا بعد الفاصل، خليكم معانا. الفقرة دي معانا بطلة من بطلات مصر في الخماسي الحديث وصاحبة أول ميدالية عالمية في الخماسي الحديث على مستوى مصر وعلى مستوى أفريقيا وعلى مستوى العرب، وحاليا هي مديرة إدارة يعني رعاية الأبطال بوزارة الشباب والرياضة وعاملة ماجستير وعاملة دكتوراه، هنتكلم في كل ده بس خلينا نرحب بقى. هقول دكتور بقى أمينة أو عفوا أمنية فخري، بونجور يا دكتور. بونجور. وأنا سعيدة بوجودك معانا لأكثر من سبب، أولا أنا فيمنست جدا فأنا بحب النماذج يعني النسائية المضيئة، أنت بطلة رياضية وليكي كواليس كتيرة جدا هنتكلم فيها، ولسه لحد دلوقتي مش فكرة الرياضة علاقتك بيها انتهت كلاعبة، لا انت لسه مكملة وبوزيشنز تانية وعملتي دكتوراه، فخلينا نبدأ أصلا مين أمنية؟ خلينا نبدأ من هنا. خلينا نقول صباح الخير وبونجور فعلا عليكي. سعيدة جدا إن أنا معاكي في قناة الأهلي، ودي من أحلى الحاجات اللي بتعملها قناة الأهلي دلوقتي، إن هي برضو بتعمل سبوت على الألعاب اللي غير الكرة قدم، مع إن الكيان نفسه كيان قروي، ولكن السبوتس على الألعاب الفردية دي حاجة جميلة وحاجة تشرفنا كلنا. أمنية ببساطة يعني بداية من نادي الشمس، لعبة باليمائي وتدرجت السباحة في منتخب مصر السباحة، أفضل 10 لاعبين على مستوى العرب في السباحة وبطل البحر المتوسط، وانتقال بعد كده مفاجئ للخماسي الحديث مع مفاجآته بقى. ابتديت أولي مع الخماسي الحديث، كنت أول كابتن فريق واول لاعبه بتحصل على ميداليه عالميه. ده هنا كان عندك كام سنه بقى؟ دي كانت اول تجربه بقى يعني والدتي الله يرحمها حبت في انتخابات مجلس اداره نادي الشمس ان هي تبرز الميداليات بتاعتي بس بشكل مختلف تماما، فراحت عامله لوحه وراحت حاطه عليها ميدالياتي كلها، وانا فوجئت باللوحه اصلا ساعتها يعني. بس انت عارفه انها حلوه كرييتيف جدا. هي كانت طريقه دعايه مختلفه وجديده، لان انا لازم اتحرك في المكان كله في النادي كله، وهي كانت عايزه تبقى الناس بتعرف برضو تعمل ليها دعايه، فكانت طريقه دعايه قويه لوالدتي الله يرحمها. لكن انا بحب جدا اللوحه ديت لان هي تعبها، هي اللي فضلت تعلق كل واحده. بس ما شاء الله يكمل ميداليات ده بقى. ما هي ده تاريخ بقى من البدايه خالص يعني. هي نقت خدت كل الشنطه بتاعتي وراحت واقفه وحطها، طبعا هي في جزء لسه ما اتعلقش لان لقت كان ناقص لها حته كمان. وسع قوي يعني، فلكن الحمد لله دي بدايه دي حصيله ميداليات سواء افريقيه او عربيه او عالميه على مدار السنين كلها، على مدار السنين من الباليه للسباحه للخماسي الحديث اللي انا يعني. بس انت يعني واضح شخصيه رياضيه جدا، هل العيله عندكم كده ولا انت الوحيده؟ هو كان يعني اتجاه لوالدي ووالدتي في شكل الرعايه اللي هم ممكن او الشكل الاضمن اللي يضمن لهم حياه كويسه لينا، ان هم شافوا ان المجتمع الرياضي بيعتبر من اكتر المجتمعات اللي ممكن يحافظوا علينا فيه، وان هو لو انت بقى ليكي اصدقاء من جوه المجتمع دوت هيبقى امن مكان ممكن تبتدي تتحركي جواه، وهم كمان يبقوا مطمنين ان انت هتحققي نفسك وذاتك.
وبالتالي هتبتدي تاخدي خطواتك. لكن امنيه بس عشان نبقى كملنا الباقي، أيوة. هي مش بس الرياضه جوه الملعب، الميداليات العالميه الحمد لله ادتني فرصه للتواجد على مستوى العالم ما بين اللعيبه، وان انا طلعت اولمبيك جيمز عن طريق التصنيف العالمي، ودي كانت خطوه قويه جدا لمصر، كانت اول مره مصر تتاهل عن طريق التصنيف الدولي. وبعد ما خلصت الخطوه ديت كان في الوقت دوت زي ما نقول ان الاداره الرياضيه بالنسبه لنا كانت جوه الخماسي، كانت انا كنت ببتدي كل خطوه في الخماسي، كل خطوه سواء كلاعبه، التجربه في التدريب كانت كلها تقريبا عليا. فحبيت ان الاداره ان انا اكون سبب في مساعده لعيبه كتير ان هم يقدروا يكملوا الحياه الرياضيه بشكل افضل، فاتجهت لانتخابات لجنه اللاعبين الدوليين، وده تم انتخابي من جميع لاعبين العالم، وكنت سعيده جدا بوجودي في اللجنه ديت. وكان لينا ادوار الحمد لله ان احنا قدرنا نعمل معسكرات تدريبيه لفرق كتير على مستوى العالم في الفروسيه، لان دي بتعتبر من اكتر الالعاب. الصوره دي محببه جدا لقلبي لانها من المشوار الاداري، يعني انا كنت المنسق لجائزه سمو الشيخه فاطمه بنت مبارك في ابو ظبي، وكنت سعيده لان الجائزه دي جت اكتر من مره مصر، ولكن لم يتم الاعلان عنها بالشكل القوي اللي تم خلال الوقت اللي انا مسكت فيه كمنسق للجائزه. احنا قدرنا نحصل على 4 جوائز من 8، وده كان شيء قوي جدا. جيانا وباسانت دول، عشان الصوره مش واضحه، مرشحين فاروق جيانا فاروق باسانت وانا دي. الله، انهي واحده؟ لابس ابيض، لابس جاكيت نفس الشكل. هي دي اوكي. يا بس الصوره نفسها انا بقول الصوره مش واضحه شويه، لكن الثلاثه كانوا مرشحين لنفس الجائزه افضل رياضيه على مستوى العرب. والجائزه قيمتها كانت 300,000 درهم، ودي كانت حاجه قويه ان مصر تنافس عليها بقوه. احنا حصلنا كافضل رياضيه على مستوى العرب، افضل ناشئه على مستوى العرب، افضل اتحاد على مستوى العرب، وده كان انجاز قوي طبعًا. كان عندنا مرشحه اعلاميه كمان في اللجنه الاعلاميه. والله طب فالتنسيق نفسه من ضمن العمل الاداري اللي انا اخذته. خدت خطوه بعد كده بقى الماجستير وقتها، والماجستير كان على لعيبه اولمبيين، وقدرت ان هو يبقى فعلا حاجه جوه الخماسي تخصصيه، ازاي نطلع لعيب خماسي متخصص. وبعديها الدكتوراه هي اللي كانت بشكل قوي اللي هي الاداره الرياضيه فعلا. ازاي تقدري تعملي جوده للمؤسسات عشان تقدري تحافظي على المدرب واللاعب والاداري. انت عندك باشن يا منيه، ده باشن، يعني لازم الواحد عشان يعمل كل ده وكمان بتدرسي الحاجه اللي انت بتشتغلي فيها. صحيح. ده انت بتحبي الموضوع ده. صحيح. صحيح. انا يمكن فعلا دور الاسره كان ليه دور قوي ان هي تحسسك انك بتحققي ذاتك وبتدعم دوت. يعني بندرس عدينا على مرحله الثانويه العامه، ولكن وانت بتعدي عليها انت عارفه ان انت عندك هدف اكبر، مش بس الدراسه، لا عندك ان انت تكملي طموحك كرياضيه. طب العيله اللي كانت بتدعم دي، الاب والام ولا دي زوج؟ لا ابتدينا الاول والدي ووالدتي. عشان الثانيه دي مش تبقى موجوده قوي يعني. لا هي الحمد لله انا والدي ووالدتي هي في البدايه، وهم اللي اخذوا لغايه يعني لغايه الله يرحمهم هما الاثنين لغايه اخر وقت ليهم، ولكن الحمد لله لا دلوقتي زوج طبعا هو اللي بيدعم، لان انا ما زلت في العمل الرياضي سواء على مستوى الوظيفي او العمل العام، يعني انا متجهه فيه برضو. فلا لو ما فيش دعم طبعا من الزوج دي هتبقى قضيه تانية. على فكره كانت هتعطلي كتير. صحيح. بس هي انا الحمد لله ربنا اكرمني ان هو كمان رياضي، فالامر ان احنا ما هي دي بوينت كنت لسه هسالك، يعني بيبقى في منتاليتي قريبه من بعض لما بيشتغلوا في نفس الفيلد او بيبقوا من نفس الفيلد، فعشان كده يعني. صحيح. ان هو بيحس انك وانت بتعملي المجهود دوت انت هو عارف قد ايه انت بتحققي ذاتك فيه، فبيسيبك ويساعدك فيه، وانت في نفس الوقت برضه ما انه بيشتغل في نفس المجال بتحاولي ما تبقيش معرقل ليه، وبتحاولي ان انت تبقي سبورت او بقدر المستطاع تبقي عامل مساعد، يعني لو مش معوق يعني. ايوه بالظبط. هو ده اللي انت بتحاولي تعمليه. مش ناقصين خالص 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 تماما. طيب امنيه، قبل ما اخش بقى على الجانب الفني والمستقبل وعايزين نشوف اولمبياد باريس ودور الاتحادات، عايزه برضه اسالك لان احنا بنتكلم معاكي كبطله رياضيه وكايدل، ممكن دلوقتي حد من الشباب تحديدا الفتيات الابطال اللي لسه صغيرين بتتفرجوا، فيبقى فكره البالانس الموازنه ما بين الحياه الشخصيه وما بين الحياه الاجتماعيه وما بين الحياه بقى بتاعتك اللي هي الرياضه والبطولات وغيره، البالانس ده مش اي حد يعرف يعمله، وكتير استضفنا ابطال انا وكريم في البرنامج وكنا بنتكلم معاهم يقول لك لا في حاجه اوقات بتيجي على حساب حاجه وفي حاجه لازم اضحي بيها عشان حاجه، فازاي قدرتي تعملي بالانس بين كل ده؟ لان اتس فيري امبورتنت، يعني الموضوع لازم الواحد يبقى فاهم الخبره جت منين او قدرتي تعملي ده ازاي؟
بصي، هي الخبرة شخصية بحت. أسرة والدي والدتي ما كانوش رياضيين، ولكن هم حبوا الحياة الرياضية. ولكن هي خبرة كلها حياتية انت خدتيها بكل خطوة بتاخديها، بصعوباتها بمعوقاتها. لكن طول ما الهدف كان واحد هو ده اللي كان بيساعد. انت حاطة تارجت قدامك ان الرياضة هي اسلوب حياتك، وهو ده اللي انت نفسك تحققي فيه ذاتك، سواء على المستوى الرياضي او مستوى الفني، ان انا بلعب او ان انا في الشق الاداري. بس جت على السوشيال لايف ده فور شور طبعا، اكيد. ولكن هي الموضوع دايما انت في ضريبه لازم تدفعيها، لازم تدفعيها. يعني مش هتبقي دايما حاسه ان انت، يعني لو كل يوم بتفكري وانت بتتمرني ان انت حلمك ان انت تقفي في يوم من الايام على منصه تتويج باحسن مجهود بتعمليه، بافضل قوه بتتمرنيها، بان انت بتعملي كل اللي عندك جوه التمرين، اكيد الوقت اللي بيتاخد دوت في وقت من الاوقات، وقت تتويجك، وقت ما بتقفي وتلاقي علم مصر وراكي، بيبقى هي دي الضريبه. فلازم تدفعي حاجه قدام حاجه، ما حدش بياخد كل حاجه. ولكن خليني برضه اقولها لك بشكل اوضح. زمان كنا كلنا بنتعلم ان انت تكتسبي خبراتك الشخصيه كرياضيه من خبراتنا فعلا اللي احنا بنتحرك فيها. ولكن احنا اختلفنا كتير جدا بعد تولي سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. اليوم اللي احنا اجتمعنا فيه بسيادته قبل ما يتولى منصبه كرئيس جمهوريه، لما جمع كل الرياضيين وسال سؤال، وكان سؤال بسيط جدا: تحبوا ايه، او انتوا شايفين ايه للرياضه؟ ودي كانت حاجه قويه جدا وحاجه ملموسه، انا ما شفتهاش قبل كده لينا بالشكل ده او بالشكل الحواري ده. عايزه اقول لك ان كل الناس اللي كانت موجوده في الجلسه كلهم قامات وكلهم كوادر، وطبعا كان فيها قامات من الاهلي. يعني انا كنت اتشرف ان انا كنت جنب ناس موجوده من الاهلي ومن الزمالك ومن الاسماعيلي، بصي من كل مصر كلها كانت موجوده في الوقت دوت واختاروا نماذج. فانا من كلمتنا ان احنا حابين ان احنا الرياضه فعلا تاخد ان هي تعتبر مهنه، او فعلا تكرم بحق بوقت المجهود اللي احنا بنشتغله. وان احنا نكرم على القدر اللي فعلا احنا بنعمله. انتوا بترفعوا اسم مصر في محافل دوليه، ده حقيقي. فده يعني ده مش امر بسيط أبدا خالص. فالجمله، اول جمله اتقالت لنا قبل حتى ما نقول المقترحات، ان هو شايف سيادته ان الرياضه امن قومي. حلو. وان هو شايف ان احنا فعلا ثروه فعلا للبلد دي. الثروه دي لازم نحافظ عليها، وان احنا عملنا فعلا ثوره في حركه الرياضه بالميداليات بتاعتنا اللي احنا حققناها. يعني صحيح، في بنات كتير هم اللي جابوا اول ميداليه للاتحاد بتاعهم. كنا اربع بنات في مصر وقتها جايبين اول ميداليات في اتحادات في الاولمبياد. احنا اللي بنجيب الميداليات الذهبيه يعني اخر ميداليه. معلش بقى، سوري يعني. بس احنا ما ننكرش دور الرجال، ولكن فعلا احنا لينا خطوه. بصي، لما خدنا فرصه بيبقى في اهتمام حقيقي. ولو انا هكمل على كلامك، لان سياده الرئيس كمان اهتم جدا بالرياضه النسائيه. صحيح. الفكره كلها ان انت لما بتؤمن بكيان معين وبعد كده بتديه الفرصه، هو بيثبت نفسه اضعاف اضعاف، لان هو مستني فرصه. فلما كان في توجيه بالاهتمام بالفئه دي، قدروا ان هم يلمعوا ويلمعوا باولمبياد ذهبيه كمان. صحيح. هي اعلى حاجه في الرياضه، فده شيء يحسب بصراحه. يعني الاهم من دوت كمان ان انت شفتي الاهتمام باللعيبه على كل المستويات. دلوقتي اللعيبه لما بتحقق اي ميداليه بيبقى توجيهات سيت رايس ان هو يشوفهم ويكرمهم على الالعاب الفرديه، سواء على دورات افريقيه او بطولات عالميه. الوقت اللي بيبقى مناسب طبعا ان هم يدخلوا ويتكرموا، ده بيبقى شيء كويس. صحيح. جدا. انا كنت سعيده جدا ان انا كان ليا دور بسيط، ولو حتى في وضع ماده الرياضه في الدستور المصري، واحنا بنحطها فعلا كان لينا امال وطموحات ان انت فعلا تقدري تحققي من خلالها احساس اللاعب دوت ان هو فعلا بيأدي دور لبلده، وان هو وقته ومجهوده اللي هو عايشه ما راحش في الفاضي. لا، ده هو هيفضل مستمر، وفعلا البلد هتفضل دعماه. وهو ده بقى اللي خطوه خطوه اللي احنا شايفينه دلوقتي. المكافآت بتاعه اللاعبين اختلفت من زمان عن دلوقتي، الدعم للاتحادات مختلف من زمان عن دلوقتي، مع بين براكتس كده لسه محتاجين اكتر. طبعا طبعا، يعني شفنا مشاكل في اتحادات مختلفه. أكيد. لسه بيعاني منها بعض ابطالنا. أكيد. فاحنا محتاجين اكتر، بس اكيد اتس بيتر، عن افضل بكتير عن الفتره اللي فاتت. ده حقيقي، ده حقيقي. انت دلوقتي بتدوري ازاي تعملي قاعده ناشئين في اتحادات كتير. صح. ازاي بتعملي مشاريع للموهوبين. احنا لما توليت في منصب اللي هو عضو مكتب تنفيذي للبطل الاولمبي، المشروع نفسه كان موجود ولكن كان ليه عدد معين. دلوقتي انت بقى عندك كميه مواهب موجوده، وانت ابتديتي تعملي لهم الكشف عن المواهب ديت وان انت تطلعيهم، فبقى عندك قاعده كبيره تقدري تطلعي منها فعلا لمصر يعني. صحيح. كميه كبيره من الابطال. لكن ازاي بقى النقطه اللي هي دي بقى المهمه، ازاي تحافظي على البطل دوت ان هو يفضل موجود. دي مهمه جدا. يعني
دي هنا جوده طبعا، هنا جوده دي الاهلي ومصر في وكسبت في الجائزه احسن ناشئه. يعني دي مثال ان انت موجوده جوه منظومه سليمه، النادي او الهيئه بتاعتها محافظ عليها، البنت بتاخد خطوه بخطوه ثابته، التدريب بتاعها على خطى ثابته، هو ده اللي احنا بنقوله. ولكن هو في الاخر اللاعب بيدور ان انا لما اكمل واعدي بقى مرحله الجامعه ايه اللي هيأمنني، مستقبلي فين؟ وهي دي النقطه اللي احنا عايزين يعني فعلا نبتدي نهتم بيها الفتره الجايه. اللاعب ده بعد ما بيخلص جامعه بيبقى محتاج ان هو يبقى ليه وظيفه او ليه بالزبط. كيان يفضل محافظ بيه على حياته. فلو انت ما وفرتلوش ده هيضطر ان هو يروح يشتغل فهيتشتت، فهيبقى فقدنا بطل. دي والدتي بطل. دي والدتي يعني دي البطله الحقيقيه، يعني دي اللي ممكن نقول ان هي البطله الحقيقيه. وكل ام ورا كل بطل هي فعلا بتكون هي البطله، يعني تحس ان هي سعيده اكتر منك. ده حقيقي. يعني يعني دي كانت اول بطوله بعد ما رجعت من بطوله العالم للناشئين، فكانت سعيده جدا ان هي شايفاني طبعا، يعني وان هي ان احنا موجودين جوه الحفله في تكريمنا، ده بيعتبر تكريم ليهم اكتر مننا. صحيح. فهي هي دي النقطه، ان الاسره بتحاول تلاقي لك مستقبل. فانت ابسط مثال، انت سمعتي دعم سياده الرئيس الفتره اللي فاتت انه دعا الابطال او البطل اللي تم ان هو حاول ان هو ما يبقاش موجود جوه الكيان بتاعه بحدودة. ان هو يبقى موجود جوه منظومه، او ان هو يدخل ياخد دوره تاهيل جوه الاكاديميه الوطنيه. الامر ممكن ياخد شكل اوسع من كده، يعني انا مثلا كامنيه او غيري ممكن يكون اهتم ازاي يبني نفسه بشكل، انا ممكن اكون دخلت خدت استراتيجيات امن قومي لوحدي في المؤسسه الرياضيه العسكريه، ده اهتمام مني انا شخصيا. وممكن امكانياتك تختلف الماديه، لان خلي بالك الامكانيات الماديه برضو تفرق بشكل كبير جدا. يعني حاجتين يفرقوا للاعب او الرياضي، الامكانيات الماديه والمعلومات اللي بتتوفر له. في معلومات كتير جدا وزاره الشباب والرياضه بتقدم خدمات قويه جدا وعاليه جدا للشباب والناشئين واللعيبه، هي الطريقة بس ترويجها والإعلان عنها إن هي توصل لكل الناس بالزبط. هي دي النقطة، إن هي بتوصل لكل اللعيبة والمشاريع دي فعلا توصل للناس فعلا، هي دي اللي ابتدت واحدة واحدة الدنيا تزيد بيها. فأنت ابتديتي تعليني عن الأمور ديت، فابتدت الدنيا تبقى أبسط إن شاء الله. أمنية، الفكر ده اللي هو المبني على دراسة مش موجود كتير عندنا، يعني انت دارسه، فلما بنيجي نتكلم ان احنا بنعالج مشكله ما في جهه ما بتبقى بيزد على ستادي، فده بيبقى احسن بكتير من الشغل العشوائي. صحيح. لما اجي اتكلم عن الاتحادات، وطبعا احنا عندنا اولمبياد باريس 2024، فاحنا مفروض احنا كجماهير مواطنين مصريين عايزين من الاتحادات كلها ان هي تبقى عامله كل اللي عليها عشان الابطال بتوعنا لما يروحوا يبقوا ما عندهمش اي مشكله ولا اي حجه ان هم يرجعوا لنا بميداليات، ومنهم ميداليات ذهبيه بالمناسبه. فعشان كده من دلوقتي احنا بنتكلم، مش من دلوقتي بس، من نهايه طوكيو يعني، فبنقعد نسال يا جماعه ايه المشاكل، ايه اللي حصل، طب انتوا ناقصكم ايه، طب في حاجه نقدر نقدمها، طب في رساله عايزين توصلوها من خلال الاعلام لوزاره الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي. انا عارفه سواء هو شخصيا او اي حد من عنده في الوزاره بيتابعوا كل القنوات بيشوفوا ايه اللي بيتقال، فاحنا عشان كده صوتنا عايزينه يوصل. دلوقتي رايك ايه كواحده مش بس في هذا المجال، انت دارسه كمان، ف ايه المشاكل اللي نقدر نحلها مع الاتحادات علشان نقدر نقول بعد كده الاستعدادات قويه ومرتاحين واحنا رايحين باريس 2024؟ طيب خلينا نقول كلمه مرتاحين دي عمرك ما هتوصل له اصلا، يعني مش مصر بس، يعني مش الدوله، مش بس مصر. بيبقى برسنتج، يعني بيبقى بنسبه 80% عامل اللي عليا، بنسبه 30% عامل احنا بنسبه كام؟ هقول لك حاجه، زي ما انت ذكرتي دكتور اشرف صبحي هو مكتبه دايما مفتوح لكل الاتحادات، والدعم اللي موجود للاتحادات موجود وتم تسليمه ليهم، وتم الاعلان خلال الفتره اللي فاتت من سيادته على الامور ديت، وده بشكل قوي. وان انت ازاي بتساعدي الاتحادات ديت ان هي بقى عندها موارد ذاتيه وان هي تقدر تحقق ده لنفسها. لكن هي النقطه ان انت لما بتفكري في اولمبياد باريس ما بتفكرلهاش من بعد طوكيو، انت مفكره لها المفروض من بعد ريو، او بنتكلم من قبل كده كمان. يا ريت. تمام. لان انت كان عندك في الوقت دوت اولمبياد الشباب، اولمبياد الشباب دي طلعت لك ميداليات للشباب ديت، هي دي الحاله اللي احنا بنتكلم ان احنا بندرسها. عندك اللاعب اللي طالع من اولمبياد الشباب وحقق لك ميداليه دوت، ده بالظبط هو دي القيمه اللي موجوده عندك، وهي دي الثروه هي الثوره عندي الرياضيه. الصبح بيبقى عادي تلخبطي في كلام، تلخبطي في حروف، مفيش مشكله. ده من ضمن الايفنتات اللي انا كنت سعيده في المشاركه فيها في دوره الالعاب للاولمبيات الخاص، دي كانت في ابو ظبي، وكنت سعيده ان انا من ضمن طاقم التحكيم ان مصر
كانت هي الطاقم التحكيم الاساسي اللي كان موجود جوه دوت جوه الحدث، وان احنا كان المنسق ما بين دوره الالعاب نفسها دكتور عمرو تمراز والاتحاد المصري، مع الاتحاد المصري هو اللي كان دكتور عمرو كان ضيفنا هنا في النص اهو. اه ده حقيقي هو اللي ورا. ايوه تمام. كان ضيفنا، شخصيه لطيفه جدا. صحيح، هو يعني مهتم جدا بالكاياك والكانوي وازاي ان هو يوصله بالشكل العلمي، لان انت برضو لما كان ضيفكم انت حتى لمستي ان هو الموضوع دراسه فعلا. طبعا سياده اللواء ايمن شويته رئيس الاتحاد انا بشكره على ان هو سايب المساحه ديت للعيبه وسايب المساحه دي لاعضاء مجلس اداره ان هم ياخدوا الشكل ده. بس يعني عشان بس يذكر الامر كله، سياده المستشار محمد السكري انا فعلا بحييه وبشكره على النهضه الاساسيه اللي هو عملها للكانوي وكاياك، وعمل لهم فعلا بدايه الطفره ان كل حد ياخد خطوه فعلا على المستقبل، ان هو زود قاعده حكام، زود حاجات كتيره ساعدت في دوت. الصوره اللي قبل دي الرمايه بصراحه، يعني هي قبل ما نطلع الفصل دوت دي من احب الالعاب عندي جوه الخماسي، يعني انا بحبها جدا. انا اصلا لعبت سباحه بس لما دخلت الخماسي كان في العاب كده قريبه من قلبي. أيوة. الفروسيه والرمايه كانوا قريبين. لكن نرجع تاني، ايه اللي انت محتاجاه؟ او انا اقول ما عنديش الحجه، لا انا محتاج ان انا وانا واقفه اتمرن تمرين زي دوت ان انا يبقى عندي ادوات وامكانيات بالزبط. موجوده دلوقتي، وده اللي ابتدت مصر فعلا تعمله، ان انت بقى عندك ملاعب على اعلى مستوى، ابتديتي توفري احسن الاجهزه، ابتديتي تحطي ادوات معادله للادوات اللي احنا بنستخدمها وقت الاولمبياد. اللي انت محتاجاه تاني الدعم المادي، وده اللي ابتدت النهضه فعلا تحصل فيه دلوقتي، يمكن مش بالشكل اللي الناس كلها عماله بتطمح فيه، بس الثقافه ابتدت تتغير. يعني تماماً. الشركات ابتدت تتجه للالعاب للابطال الرياضيين عن الممثلين والاعلاميين اللي هم. صحيح. يعني مع احترامي بس خلاص شفناهم طول عمرنا بنشوفهم في الاعلانات، محتاجين بقى الرياضيين يكفي شويه. يكفي ان انت لما حصلت مشكله في الرياضه او لما ابتدت الرياضيين تظهر حتى في طوكيو او قبلها، في رجال اعمال كتير حبوا يحطوا بصمتهم ان هم يبقوا متواجدين مع اللعيبه، او ان هو يحطوا كراعي رسمي، او ان هو يساعد في ان اللاعب ده يفضل مستمر. فانت عندك خطوه بس محتاجه تزوديها شويه، محتاجه ان انت تزودي الدعم ده شويه من خلال المجتمع، المجتمع نفسه ان هو يشارك. هي امنيه جهات مختلفه، وفي الاول وفي الاخر احنا نتبنى نكون بيئه جاذبه للابطال بتوعنا، لان ده مهم جدا. طبعا المشهد اللي احنا شفناه من بغدوده غير مستحب تماما، وبيتم دلوقتي يعني التحقيق فيه، لكن طبعا المبادره من سياده الرئيس اكثر من محترمه، وهي دي اللي اعتقد هتخلي يبقى في دافع ان ده لن يكرر مره ثانيه، وهيكون في محاسبه لو في اي مسؤول تم يعني من جنبه اي تقصير. انت خدتي بالك بعد بعد اللي حصل من اللاعب دوت، كم الرياضيين اللي طلع على السوشيال ميديا على صفحته هو الشخصيه نفسه او على الصفحات اللي هو ممكن يكون مشترك عليها، يقول يا جماعه انا بطل وموجود وكملت وقاعد لسه، وكنت اتمنى ان انا يحصل لي الاهتمام. هي ابتدت تعمل حراك كده شويه ما بين الرياضيين، ان هم لا انا ميداليتي فعلا ليها قيمه لدرجه ان المجتمع كله بالزبط. بيتكلم عليه. فانت هتبتدي تشوفي بالزبط. نماذج قديمه هتبتدي تظهر شويه، نماذج جديده بتشجع نفسها. نتمنى تاني يعني نبقى بيئه جاذبه زي ما كنت بقول لك، وزي ما انت قلتي يبقى في كل الامكانيات اللي تبقى متوفره ليهم، الاتحادات تبقى حاصله على كل الدعم اللي هي محتاجاه طبعا، وكمان اللعيبه والابطال يكونوا حاصلين على الدعم اللي هم محتاجينه، لان بعد كده هم اللي هيتحاسبوا. بعد كده لما بيروحوا يمثلونا احنا بنحاسب الابطال دول، فنتمنى ان احنا نعمل لهم كل ونوفر لهم كل الامكانيات عشان يروحوا يمثلونا بشكل اكيد يعني مشرف جدا. ومن للاسف الوقت بيجري، فانا بحاول عارفه يعني على قد ما اقدر اروح لكل النقاط، بس فضل. اكيد هيبقى لينا لقاء تاني. بالتوفيق ليكي في اللي جاي ان شاء الله. سعيده ان كنت معاكي، واحلى بونجور النهارده، وسعيده ان انا كنت بنتكلم في حاجات جديده فعلا تهم طبعا. الرياضيين، وان شاء الله تبقى في رياضيين ونماذج كتير هتطلع الفتره الجايه، والناس هتعرف ان ممكن المجتمع الرياضي يبقى فيه نماذج فعلا بالزبط. كتير موجوده تقدر تمثل البلد في كل المجتمعات ان شاء الله. يا رب دايما مزيد من النجاح. هنروح دلوقتي فاصل مع حضراتكم، نرجع عشان نكمل مع حضراتكم فقرتنا الاخيره. خليكم معانا.